كوين، سكادا وغيرهم من الخيول يتنافسون اليوم في مسابقة ضمن هواة الكابوي. شنو هذه الرياضة وشنو سر تعلق الشباب فيها؟ خلونا نتابع هذا التقرير. رياضة الكوبوي هي رياضة غربية لصيد البقر. احنا هني الشباب في البحرين حبينا هذه الرياضة، مو تقليدا الى الغرب طبعا، بس حبيناها كهواية وكستايل يكون حلو علينا مناسب، والسروج مالهم سيفتي إلينا في هذه الرياضة. فصارت مسابقات مستمرة من الثمانينات إلى حد الآن 2023، مسابقات ومنافسات قوية بين الفرسان الكوبوي سنويا، ودائما ننتظر هذه المسابقة، مسابقة مراعي على أحر من الجمر. علاقة الشخص بالخيل هذه من أهم الأشياء عندنا خاصة في هذا المجال، يعني ساعات يعني حصاني أعطيه فارس آخر ما يعرف لي لأنه ما عنده علاقة، يعني حتى الحصان نفسه يعرف حتى وزن راعي، قعدة راعي شلون، متى ألفه، متى أقومه، متى هذه. فعلاقة الفارس بحصانه هذه حول 70% من نجاح الحصان في هذه الأمور، أو أكثر من 70%. فأتمنى مو يعني كل فارس يقول أنا بشارك، لا، أول كون علاقة مع حصانك بعدين شارك. تقريبا من 2012 شفت الشباب يعني جمعة الخيالة وكذي، وصار عندي فضول ان اشارك في المسابقة، وشارك مرة وعجبني الاجواء المسابقة والمنافسة اللي فيها والروح الرياضية الموجودة فيها، فاستمريت في رياضة ركوب الخيل وكوبوي. اول منافسة شاركت فيها كانت 2013، كانت يعني اللعبة كلش سهلة، فسهل انك تغلب، بس الحين يعني تطورت واجد اللعبة، جو ناس يعني جدد ويشتغلون على خيلهم، فصارت اللعبة واجد صعبة. وآخر مسابقة اللي هي هذه المراعي، وحاب أشكر يعني للداعمين، وهاي مسابقة كبيرة يعني كل يطمح إنه يفوز فيها. ركوب الكوبوي يعني أنا كنت جديد فيها، هذه ما شاء الله يعني حبيت يعني، وهذا سبب دخولي يعني دعم من صديقي وأخوي منصور عطية، هو اللي شجعني يعني، واشتغلت على الحصان وهو وياي بمساعدته، والحمد لله رب العالمين. ويوم ابتديت في المشاركات كانت فيها أخطاء وإن أنا ما أفوز، بس الحمد لله رب العالمين وتوفيق من رب العالمين والمجهود والتعب اللي نشتغل على الحصان، الحمد لله رب العالمين، توفيق من رب العالمين إن اجتزنا هذه المرحلة وقمنا يعني نوصل للأفضل. هاي الصراحة يعني من هواياتي المفضلة وأحبها واجد، وبالعالي يعني لازم كل جمعية نسوي فعاليات هنا في البحرين.